الشهر يريد إسقاط النظام. قبل هاي الدول نعم استقبل كل ما من شأنه أن يعزز الحرية والديمقراطية في بلدي، كل ما من شأنه أن يساعدنا في محاكمة علي صالح وعصابته. يعني حط مواعيد مثلا مع السفير الروسي السفير الصيني. الآن بنرتب العمل الشباب يعني عاملين. وكم يوم رح تبقي بنيويورك؟ كم يوم رح تبقي بنيويورك؟ أحاول أكبر قدر يعني لا يوجد سقف محدد. السلام عليكم. هل تعتقدين أن أبو عزيز يستحق؟ هل تعتقدين أن النوبل يستحقها أبو عزيزي أيضا؟ أبو عزيزي هل يستحق نوبل؟ حياهم